هو مشهد لافت في مهنة البحث عن المتاعب. مراسل فضائية روداو الكردية يخاطر بحياته ويعبر جسرا في بلدة تقع جنوب غرب كركوك. هذا الجسر يفصل بين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من جهة وموقع قوات البشمركة من جهة أخرى. أحد يحكي عن فضائية روداو؟ باللغة العربية يحاول المراسل الكردي هالو أحمد أن يحاور مقاتلي التنظيم المتطرف، لكنهم يطلبون منه عدم الاقتراب. رغم ذلك يبقى في مكانه يتحدث أمام الكاميرا لمدة دقيقتين، فيما يواصل مقاتلو التنظيم ترسيم الحدود بين المنطقة التي أحكموا قبضتهم عليها والمنطقة المقابلة التي لا تزال تخضع لسيطرة البشمركة. وفي الفيديو يحاول المراسل بإصرار أن يتحدث مجددا إلى المسلحين متحديا الخوف، رغم أن صحفية كردية قتلت قبله على يد التنظيم الذي يشن معارك عنيفة ضد الأكراد. أحد يحكي الفضائية روداو؟ فضائية روداو فضائية مستقلة. لم يفلح المراسل الكردي في إجراء مقابلة صحفية مع المسلحين المتطرفين، ولكن على الأقل حالفه الحظ فلم يلقى مصير الموت في المخاطرة التي قام بها. ويبقى حتى الساعة صحفيان تمكنا من دخول عالم التنظيم المتطرف هما مراسلا نيويورك تايمز وفايس نيوز.